خلص الوقت. بالختام أشكر ضيوفي، لكن عندي كلام. في لعبة السياسة هناك كتل شيعية وكتل سنية، أما في الواقع فإن الشهداء هم علي وعمر من بيت واحد ومن عائلة واحدة، وفي بلدي يموت الفقراء اللي يسعون لجمع مبلغ من المال البسيط لسد احتياجات أولادهم، لكن أولاد بعض المسؤولين يقضون ليالي حمراء في دول العالم مع الأسف، وفي ثلاجة الموت جثث عديدة لفقراء كل واحد منهم يحمل قصة مؤلمة. صاحب الشاي لسان حاله يقول ليش أني أموت بالتحديد، وشلون يصبح حال أطفالي من بعدي، ومنو يجيب لهم الطعام بعد اليوم. أما صاحب بسطيت الفواكه يقول لم يبقى سوى أسبوع على تسديد إيجار بيتي، من يدفع صاحب الإيجار، وشنو حال أطفالي وزوجتي بعدي وأمي وأبويا. أما صاحب البالة يقول أني ما كمل 30 وجمعت مبلغ بسيط من المال حتى أتزوج، لكن الموت أخذ مني أحلامي وأحلام أمي وأبويا اللي كانت تتمنى أن تشوفني عريس. قصص الموت عندنا بيها قاموس يبدأ من الألف إلى الياء. إلى متى دمائنا تبقى رخيصة يا الله؟ إلى متى؟ قصص الموت ببلدي تبكي العالم والله العظيم. لكن على ما يبدو أن عويل الأمهات لم يصل إلى مسامع بعض المسؤولين. متى ينتهي نزيف الألم؟ وإلى متى يبقى دم المواطن يسيل بدون أي اهتمام ومسؤولية؟ بعد ما عدنا دمع نبكي ولا عدنا قلب يتحمل الوجع. الرحمة والخلود للشهداء والشفاء العاجل للمصابين. تصبحون على وطن آمن بكل ما تحمل الكلمة من معنى. في أمان.